كنا بنركيل هناك ما حصلنا من زي البرميل. راح ضحايا وطلع هو ما في شيء، يعني كنا اطفال، يعني ليه ضربناه؟ ما لنا نسوي شيء. طيب هون ما في مقرات للجيش الحر عمو؟ ما في، لا نحن كنا اطفال. طيب مين ضل هون بالحر عمو؟ ما ضل حدا. من ايش عمو؟ بسبب القصف يعني؟ ايه البرميله.